السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: الإعلان بالعاصمة نواكشوط عن تأسيس ميثاق وطني للشباب يحمل وفق مؤسسيه رؤية جديدة تتجاوز الانتماءات السياسية. المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل إطلاق سراح المهندس محمد والصلاحي. استئناف الدور الموريتاني لكرة القدم بعد توقف دام شهرا، والبرتغالي أفسين وديبو يفوز على الجيش ويتصدر الدوري. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن تأسيس ميثاق وطني للشباب، جاء حسب مؤسسيه بعد سلسلة مشاورات شملت أعضاء في التجمعات الشبابية بعدد من الأحزاب السياسية. ويقول مؤسس هذا الميثاق إنه يحمل رؤية جديدة تتجاوز الانتماءات السياسية، حيث يضم أعضاء شبابا في الموالاة والمعارضة. المزيد نتابعه في التقرير التالي. الإعلان بنواكشوط عن تأسيس ميثاق وطني للشباب، يقول مؤسسه إنه يضم فئات شبابية من مختلف التوجهات السياسية في البلاد، إضافة إلى شباب مستقلين وآخرين أعضاء في نقابات عمالية وهيئات حقوقية. مؤسسو هذا الميثاق وزعوا بيانا على وسائل الإعلام يشير إلى أن تأسيس الميثاق الشبابي يأتي بعد سلسلة مشاورات ولقاءات دامت أسابيع، وشارك فيها شباب يمثلون التجمعات الشبابية في العديد من الأحزاب السياسية. وجاء الإعلان عن الميثاق بعد أسابيع من تشكيل تجمع شبابي يسعى لاستصدار ومتابعة وثيقة وطنية للشباب تهدف إلى تعزيز حضور هذه الفئة في دوائر صنع القرار داخل القوى الموالية والمعارضة. وشملت قائمة المؤسسين للتجمع الجديد ممثلين عن أحزاب الأغلبية والمعاهدة، فيما تم تمثيل كتلة المنتدى بعضوين، أحدهما ناشط في حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم، أما الثاني فعضو في منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء المنتدى. تأسيس التجمع الشبابي وميثاق الشباب يأتي في سياق سياسي وطني، كان الإعلان عن تأسيس الكتل السياسية الجديدة أبرز أحداثه، حيث أعلن منذ شهر سبتمبر الماضي عن تأسيس كتلة الوفاق الوطني وكتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا، إضافة إلى المسعى المدني من أجل حوار شامل وتجمعات سياسية جديدة ظهرت بالتزامن مع اللقاء التشاوري التمهيدي. قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه إن الإفراج عن المعتقل الموريتاني السابق بسجن غوانتانامو أحمد والعبد العزيز ينبغي أن يدفع إلى العمل من أجل الإفراج عن المهندس محمد والصلاحي الذي يقبع في ذات السجن منذ 13 سنة. وأضاف المرصد أن الفرحة لن تكتمل قبل إطلاق سراح محمد، وإن ذلك يتطلب مواصلة الجهود من طرف الجميع. اختتمت مبادرة أسعد تسعد حملتها التي أطلقت قبل أيام، والخاصة بالتحسيس حول خطورة سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر عنه. وتقول المبادرة إنها ستعمل خلال السنوات القادمة على توسيع دائرة الحملة لتشمل بعض ولايات الداخل بدل العاصمة نواكشوط وحدها. نتابع التفاصيل أوفى في هذا التقرير. مبادرة أسعد تسعد الشبابية تختتم حملتها التوعوية بسرطان الثدي التي نظمتها تحت شعار كوني بخير. الحفل الختامي للحملة التي دامت لعدة أيام شهد تكريم بعض أعضاء المبادرة الذين لعبوا دورا رياديا خلال الحملة التوعوية التي نظمتها مبادرة أسعد تسعد. وتم خلال أيام الحملة التوعوية زيارة بعض الأماكن العمومية كالمستشفيات والجامعات والأسواق، إضافة إلى بعض الأحياء النائية في العاصمة نواكشوط. كما تم خلال الحملة تنظيم بعض الأمسيات التحسيسية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه لدى السيدات.
بالنسبة لهذه الحملة كانت حملة توعوية ضد سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر بالنسبة للسيدات. هذه الحملة تأتي في إطار الحملة الدولية اللي هي متناسقة دائما مع أكتوبر اللي هي حملة دولية ضد سرطان الثدي. كانت حملة تم افتتاحها في فندق وصال يوم الجمعة يوم 23، واليوم نشهد حفل اختتام هذه الحملة. فوتنا 5 أيام والله أسبوع ضمن المقاطعات كاملة، كل يوم كان عندنا نشاط توعوي مع تقسيم بعض الكتيبات. ورغم ضعف الإمكانيات المتاحة إلا أن الحملة التحسيسية استطاعت أن تجلب الكثيرين حسب منظم الحملة. الحمد لله، يعني قدينا بمجهودات والله نقولوا بتمويل ما كان كبير حتى أنه يغطي حملة بهذا الحجم. الحمد لله قدينا أن الحمد لله نوصل لأكبر عدد من مقاطعات نواكشوط، وقدينا أن نحاولوا أن نبسطوا الفكرة للسيدات، وأن نحاولوا أن نقول لهم أن السرطان ما هو نهاية العالم، وأنه ما ميلت حد ينخلع من يسمع، أنه أهم عليه وأوجب عليه أنه هو يعود عارف الطريقة لا يوقي بها من يوقي نفسه بها من أنه يعود يتهرب والله خايف. ويعتبر شهر أكتوبر الذي نظمت خلاله مبادرة أسعد تسعد حملة توعوية بسرطان الثدي شهرا عالميا للتوعية بالمرض المذكور. أصدرت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا تعميما يقضي بحظر ارتداء الزي التقليدي الموريتاني في المؤسسات التعليمية. التعميم الذي يأتي بعد أيام من افتتاح العام الدراسي الجديد لقي رفضا من طرف العديد من المدرسين والنقابات التعليمية، حيث اعتبرت أن التعليم يحتاج إلى قرارات تسهم في النهوض به بدل الاهتمام بما سمتها الشكليات. إلى الشأن الفلسطيني، حيث شهدت بعض مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة مواجهات بعد صلاة الجمعة يوم أمس بين فلسطينيين وعناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية. هذا وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء وصل 68 منذ بدء الانتفاضة مطلع الشهر الجاري. نتابع المزيد في هذا التقرير. اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد ظهر اليوم الجمعة عقب تظاهرات حاشدة ضمن جمعة شهداء الخليل في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة. وسلمت قوات الاحتلال الصهيوني جثمان شهيد وجريح وصفت حالته بالخطرة للإسعاف الفلسطيني بعد إقدام الاحتلال على إطلاق النار على الشابين اليوم على حاجز زعترة جنوب نابلس. وكانت قوات الاحتلال قد زعمت في وقت سابق أن الشابين كانا يستقلان دراجة هوائية وحاول طعن الجنود على الحاجز، ما استدعى إطلاق الرصاص الحي باتجاههما. وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب عدد من المصلين عقب انتهاء الصلاة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن مستوطنا أشهر سلاحه صوب مجموعة من الشبان في أثناء خروجهم من صلاة الجمعة عقب قيامهم بالتكبير والتهليل في باحة المسجد الخارجية قبل أن يطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية والصوتية صوب الشبان الفلسطينيين وتخليهم من المكان. إلى ذلك، تشهد المناطق الشرقية لقطاع غزة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال دعما لانتفاضة القدس المستمرة منذ مطلع الشهر الجاري. 68 شهيدا هو عدد شهداء الانتفاضة الثالثة حسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام عن وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن 20% من الشهداء هم من الأطفال، لافتة إلى أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة بلغ 50 شهيدا، وفي قطاع غزة 17 شهيدا من بينهم أم حامل وطفلتها ذات العامين، فيما استشهد شاب من منطقة حورة بالنقب داخل أراضي 48. رياضيا في هذه النشرة، تعادل نادي الشرطة الوطنية مع حامل لقب الدوري في نسخته الماضية نادي أفسي تفرغزينة بهدفين لمثلهما في مباراة جمعت بينهما بالملعب الأولمبي في نواكشوط. كما تعادل نادي تجونين مع عميد أندية العاصمة نادي الأقصر بهدف لكل منهما.
توقف الدوري اثر فعلا على اداء الانديه كامله بصفه عامه، ونحن بصفه خاصه اللي الانديه طات شهر ما لعبت. الحمد لله على كل حال بدينا اليوم بصعوبه، الانديه كانت اسمه عندنا تعاد مع فريق تيجنين اللي يتغير الدوري، وعلى كل حال بدايه الدوري كل شيء قد يخلق. اذا اللقاءات القادمه ستكون امام الكونكورد في الاسبوع القادم، قد يكون اللقاء صعب لكن سنحضر له ان شاء الله. اليوم راضي كل الرضا عن الاداء اللي قدم فريق تيجنين، خاصه في مباراته الثالثه في دوري الدرجه الاولى. اليوم كان خروج جيد قدام فريق الاقصر عميد الانديه الموريتانيه، خروجه بهدف هدف مقابل هدف، هذا قطعا قد يعود اول نقطه في الدوري، وكانت قطعا جيده جدا خاصه عن فريق تيجنين. كيف شفتوا سيطره واضحه في الشوط الاول، واستطاع انه يدخل هدفه الاول مبكر في وقت مبكر، وجبر عده فرص ومحاولات ما توجد تبشير. على الرغم عن الشوط الثاني شهد النقص العددي بطرد لاعبه يغير مولي تم بعد الا مسكن الرو، وهذا قطعا قد تعود اولى تثبيت اقدامه في الدوري، وقطعا كل الرضا عن اداء الفريق الدحمي ساي، والايام ان شاء الله والاسابيع القادمه دار تشهد مولي عوده جديده لفريق تيجنين. وفي باقي المباريات فاز أفسين وذيب على الجيش الوطني بثلاثة أهداف لصفر، وأصبح بذلك يتصدر الدوري، فيما خسر نادي الكدية بزويرات أمام نادي زمزم بهدفين لواحد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الموريتاني لكرة القدم، وفاز نادي الكونكورد على نادي العصابة بهدف لصفر. بذلكم مشاهدينا نصل نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها الإعلان بالعاصمة واكشوط عن تأسيس ميثاق وطني للشباب يحمل وفق مؤسسيه رؤية جديدة تتجاوز الانتماءات السياسية. المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يدعو إلى مضاعفة الجهود من أجل إطلاق سراح المهندس محمد والصلاحي. استئناف الدوري الموريتاني لكرة القدم بعد توقف دام شهرا، والبرتغالي أفسين وذيب يفوز على الجيش ويتصدر الدوري. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان.